نحن نعلم أن فريق اتحاد العاصمة هو نادي كبير ولديه لاعبين ممتازين وله تجربة في إفريقيا، لكن الفوز الذي حققناه في مباراة الذهاب بهدف لصفر سيعطينا الدافع للحفاظ على التقدم والتأهل للدور القادم. لتكون الأفضل يجب عليك مواجهة الأفضل والبرهنة على قدراتك. الجميع يرغب في لعب مواجهة اتحاد العاصمة، الرغبة والطموح موجود، لذا سنلعب بكل ما لدينا.